الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها المتابعون الأعزاء في كل مكان، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. من هنا، من أرضية هذا الميدان، من ميدان البشاير لسباقات الهجن العربية الأصيلة، نتواصل معكم في انطلاقات أول أيام هذا المهرجان، مهرجان البشاير لسباقات الهجن على أرضية هذا الميدان. أعلنت إذن انطلاقة الشوط الرابع، لاند كلوزر بيكاب بانتظار الفائز بالمركز الأول. شوط جامع إذن لأسماء قوية وقرابة الخمسون اسما، انطلقت لترفرف شعارات هجن أبناء دول مجلس التعاون على أرضية هذا الميدان. نسير مباشرة لنستبين معكم للخمسة المراكز الأولى مباشرة. أجد شعار العابر هنا على المركز الأول، من يتقدم؟ المفتي محمد بن علي بن حميد الوهيبي، من يقدم لنا المفتي على المركز؟ عملية التضمير أيضا، من كان له رأي؟ المركز الثاني أجد معه الانطلاق مع النادر أحمود بن حميد بن محمد إلي ديلي على المركز الثاني. الله الله، وصلت الأسماء، بدأ التدخل، بدأ شاهين عبد الله بن علي بن عبيد الينيبي وصل على المركز الثالث، بينما المركز الرابع أتابع شعار صبيح أيضا ونيب بن صبيح الوهيبي، من يصل من الزاوية الأخرى؟ هناك الوهيبي. وخامسا أتابع انطلاقتي أيضا مشرف محمد بن علي بن عمار اليابري. هذه هي الخمسة الأسماء الأولى التي انطلقت عبر عباب الأربع كيلومترات، ولا إلى المفتي وإلى شعارك يا محمد بن علي الوهيبي، من يقدم لنا المفتي على المركز الأول؟ أحد أبرز الأسماء التي أيضا أعلنت انطلاقتها في هذا الشوط. الله، متابعة سعيد بن عامر المغيري في عملية التضمير. المركز الثاني أجد هناك الشارد أحمد بن علي بن ناصر الدرعي، بدأ يطلق النادر على المركز الثاني، بينما ما ثالث المراكز أجد معه شرط محمد بن علي بن طناف الدرعي. ورابعا بدأ التدخل أيضا في هذه اللحظات مشرف محمود بن علي بن عمار الجنيبي. وخامسا هناك شعار علي بن صبيح الوهيبي. إذن تلك هي نداؤنا حفلنا الكريم، ونحن نتجول بين أقوى الشعارات، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى القوة والإثارة. شوفوا وتابعوا ثلاثية مميزة على المركز الأول. هناك المقدمة شرط محمد، من يقدم لنا شرط على المركز الأول؟ محمد بن علي بن طناف الدرعي، من خلال تقدم هنا أيضا مشرف محمود بن علي بن عمار الليبي على المركز الأول. بدأونا أبناء الميدان بدأوا ينطلقون على أرضية هذا الميدان على المركز الأول. المركز الثاني صالح بن سالم بن مكتوم الليبي وصل على المركز الثاني، بينما المتابعة مع ثالث المراكز بدأت تقترب، بدأ الدخول وبدأ أيضا لمن السلام لمن الناموس. بدأ شعار أيضا ممثل السلطنة يقترب، وبدأت الأسماء. بدأ هناك بن عبيد أو بن عبيد الجنيبي، هذا هو نداؤنا الثالث حفلنا الكريم، ولا إلى هملول وإلى سعيد بن حمد بن عبد الله الجحافي على المركز الأول على مقدمة هذا الشوط. هملول
الهملول ياتي على الصدارة، ياتي على المركز الأول. هنا 800 متر الأخيرة الفاصلة عن السيارة. المركز الثاني الشهم صالح بن سالم بن مكتوم لنيبي. المركز الثالث الأسماء القادمة، هناك من يقترب متابعون الكرام مشرف محمود بن علي بن عمار الجابري. بدأت الأسماء، بدأ الدخول أيضا. هنا مرحب عبد الله بن صنقور بن محمد لنيبي. الله الله، ولعت 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 في الأمتار الأخيرة، في الأمتار الخطيرة. وصل في هذه اللحظات شاهين محمد بن فايل بن علي الزرعي. أبناء جعلان، أبناء جعلان يغتربون من خلال تقديم شاهين محمد بن فايل بن علي الزرعي. بدأ ينطلق على المركز الأول. المركز الثاني مرحب عبد الله بن صنقور بن محمد لنيبي. ولكن أبناء جعلان، أبناء جعلان على المركز الأول. مشكور يا منصور، يا بن ناصر، يا بن حسوس الزرعي من يقود في عملية التضمير. ولكن بن فايل، محمد بن فايل بن علي الزرعي راح باللاند كلوزر بيك اب الى ابناء جعلان، الى ابناء جعلان. السلامات ما شاء الله. المركز الثاني امرحب عبد الله بن صنقور بن محمد الي نيبي. والمركز الثالث مشاهدينا متابعونا الكرام، اذا بالفعل هنا ابناء جعلان من قدموا لنا هذا الاداء الممتاز. شاهين محمد بن فايل بن علي الزرعي زرع اماله ايضا لاخذ هذا اللاند كلوزر بيك اب، وبالتالي كان ايضا العرض عرضا مميزا في الامتار الاخيره. فله التهنئه منا جميعا على هذا الفوز والانتصار المميز. مشكور يا منصور بن ناصر بن حسوس الزرعي، هو من يقود في عملية التضمير. تهانينا والناموس. يطوفون حجاج الحرام، رحبت دار السلاطين الحرار. مرحبا ثم مرحبا يا مرحبا بالضيوف اللي يردون النبا. من وصل يلقى بوجه ما يبا قبل يبدا الشاط وانفك الستار. ارحبوا في دار